مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين في برنامجنا حوار مع الكبار، وفقرتنا هتخص كل البنات علشان هيكون معانا أستاذة شروق السقا، متخصصة علاج وفرد الشعر بالكولاجين والفيلر والبوتكس والبروتين والترميم. بنرحب بحضرتك. اهلا بيكي حبيبتي، طبعا اهلا بيكي حضرتك وكل المشاهدين. منورانا النهارده، الله يخليكي، ده وانت نورك يا جايه رب. لنا طبعا بنصايح يا كتير ربنا يخليكي يا تخص رب. كل مشاكل الشعر بالنسبة للبنات. والله في البداية كلميني عن بدايتك الأول. لا، بدايتي دي رحلة طويلة. بدأت انا من قد إيه؟ يعني غاوية الموضوع من وانا عندي 12 سنة، 12 سنة 12 سنة ما شاء الله. فكانت هواية بقى، وفضلت بقى انمي الهواية، وبعد كده اشتغلت اونلاين فري من غير اي مكان خالص. بعد فترة تعب طبعا وتنقل من بلد لبلد ومكان لمكان، ما شاء اخدت الله كورسات وابتديت افتح مكان، والمكان بقى بيوتي سنتر الحمد لله. رحلة كفاح يعني الحمد لله ما شاء الله. الله طيب يخليك. قولي لنا الأول، البيوتي سنتر بتاعك بيقدم ايه؟ احنا عندنا يا ستي علاج بالكولاجين وعلاج بالفيلر وعلاج بالبوتاكس وخلايا جذعية للشعر جميل. وبروتينات بقى طبعا، بس هي الدنيا بتتطور يعني. هو كان الاول كرياتين، بعد كده بقى بروتين، بعد كده بقى كولاجين، بعد كده بقى فيلر، فكل مرة الدنيا بتتحدث بنحدث نفسنا معاه. طيب في البداية طبعا هتكلمينا بقى عن جلسات الترميم والكولاجين والكلام ده، عرفينا علشان في بنات كتير ما تعرفش ده وما تعرفش تعمل ايه او تبدأ بايه. هو بيبقى يرجع لكل يعني كل بنوتة او كل ست بيبقى لها شعر على معين حسب صحة شعرها يعني. بالظبط، فاحنا في من النقطة دي بنلعب. تمام. فطبعا انا مش هجيب شعر افريقي هقوم جايه مدياله جلسه علاج، طب ما مش هيفرد، مش ما فيش اي نتيجه لازم هتيجي ايه، معايا. ترميم ولا ايه؟ فبنبتدي ان احنا بقى ايه، نضيف على البروتين نسبه كولاجين معينه او نسبه تمام فيلر معينه او نسبه بوتوكس معينه، ونبتدي نعمل بقى ماكس معين كده. ده مشهور بالسنتر بتاعي يعني، مش اي حد بيعمل سر الماكسات الصنعة، دي. سر الصنعة. ما تمام فيش حد يعني، مش كل الناس بتعمل الماكس ده، في ناس تمام بتفضل تشتغل كل حاجه لوحدها. لا، انا بحب اخلط يعني خلطه كده ماكس على بعضها، بتبقى على حسب نوعيه الشعر. لو الشعرايه ضعيفه قدامي ببتدي ان انا ازود نسبه البوتاكس شويه، الفيلر شويه، اظبط الدنيا بتاعتي واحط نسبه فرد بسيطه. تمام تمام. اه طيب طبعا كلنا عارفين في بنات كتير تعرف ان البروتين ساعات بيكون ليه اضرار، ساعات بيكون غلط، اكيد في بنات بتخاف تاخد خطوة انها تعمل بروتين بالظبط، لشعرها. معاكي حق. فكلمينا بقى عن ده، عن البروتين واضراره. هو بس انا هقول نقطه بس مهمه الاول قبل ما اتفضلي. اتكلم، ان الناس بتروح مكان غلط. تمام. يعني انا ما اروحش مكان مش متخصص، مش ما عندوش وعي، ما عندوش درايه واقول بوظ لي شعري او بالظبط، فهيديني مكوه حراره عاليه توقع شعري، ماده مش متظبطه، ماده رخيصه او مضروبه هتوقع شعري، وارجع اصب كل ده في قالب ان البروتين هو اللي بيوقع الشعر. لا لا خالص، في ناس بسم الله ما شاء الله اللهم بارك شعرهم بيجي على البروتينات جدا، ممكن هم سامعيني وبيتفرجوا عليا دلوقتي، شعرهم بيجي ومتابعين معايا من السنه للسنه. تمام. انا ببقى مبهوره من النتيجه، انا ساعات ما بصدقش ان دي يعني دي نتيجه هو معقوله. مثلا اصلا يعني متوسط ان البروتين يقعد مثلا في الشعر او هو بيقعد وقت المفروض من ان قد هقول ايه لك بقى يا لايه؟ ستي، هو ده احنا يعني دي حاجه مش ربنا مدهنا يعني، دي طبعا حاجه اه عارف صناعيه. صناعية. تمام. فعشان دي حاجه صناعيه لازم قبل ما اخد الخطوه دي، قبل ما اي حد يفكر اعمل بروتين، اعرف ان انا همشي على النمط اللي هيخلي لي البروتين ده يعيش معايا اكتر وقت ولا لا، هبقى قده ولا ولا لا. لا لان البروتين دوت معلش سوري يعني، هو كان لطبقه معينه اه اوكي اللي هم الممثلين والفنانين والنجوم، ابتدى يدرك لينا احنا كطبقه متوسطه او كطبقه عاديه، فالكل بقى عايز يعمله عشان ده حلم كل ست، ان يبقى شعرها ناعم وجميل. تمام فتمام، قبل ما ابدا الخطوه انا مش عملت الجلسه وشكرا، لا 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 خالص، لازم هيبقى فيه مجموعه عنايه، لازم يبقى فيه ترطيبات للشعرايه، حفاظ على الشعرايه، هتعامل معاه بطريقه معينه، هيقعد معايا سنه يعني تمام مده الفرد في الشعر. هو بروتيننا اصلا ما بيطلعش الا بالمقص، بالمقص بس لما تقصيه يطلع، بس الجديد بقى اللي بيطلع ده بتاع اللي ربنا هو الجذور. بالظبط. انا ماليش اه طبعا يعني ماليش فيه تدخل، ده مش بنغير جينات حد، صح انا بعالج المظهر الخارجي. تمام تمام. ما تبقاش العميله مثلا دافعه مبلغ وقدره في جلسه، وتيجي تقوم جايبه اي مجموعه عنايه بقى وتديله بقى يعني استخدم اي حاجة بالظبط، بقى. فتبوظ بقى الدنيا. اه يعني بيكون بقى من خلالك في متابعة لده صح؟ بالظبط بالظبط، كل العملاء اللي معايا على الصفحه وعلى البيج وعلى الواتس، واتواصل معاهم لو في اي مشكله. هو اولا مشكله التساقط، ما احنا لسه بقى نتكلم، دي بقى مشكلة تانية، دي دي بقى مشكله كبيره انبات بتعاني الشعر منها كل الناس. والتساقط والكلام ده كله. اه بالظبط اه بالظبط. طيب كلمينا بقى عن